أكيد بيكونوا هلأ الموظفين عم يتمسخروا على هادي، وأكيد هو بيكون متضايق، وأكيد هالشي رح ينعكس على علاقتي معه. شو بتنصحوني أعمل؟ مزبوط، لازم أحكي معه. ألو؟ هادي؟ إيه إيه ماشي ده ماشي. طيب هلأ بيجي. يلا ماشي ده جاي. شو شايف ماجي دحاف؟ غسان خراس احسن ملاوله. امجاد ان شاء الله صدقت القصه اللي حكى لنا اياها هادي. انا قصه النص مليون ليره اللي بعت له اياها ابن اخوه لعمه. وليش لحتى ما صدق؟ حاجه تصدق قصص؟ في حدا لا بيعطي مصاري هيك لله بالله؟ الكرم كتار كتير عبال ما تصير واحد منهم. حبيبي اتوصى بالتقرير كتير منيحة وتقل العيار، لأنه هادي زلمة صادق ومثل بعض الناس. فيكن تتفضلوا عند المديرة. شكراً. شكرا لك. مرحبا مدام سماح. اهلين سهلين استاذ هادي. استاذ هادي عفوا لو سمحت. خير شو في؟ المديرة مشغولة، في عندها موظفين. تفضل استريح من ضيفك فنجان قهوة. ايه شو عليه؟ يا رب. أبو فاضل تعال عندي. لا تواخذيني مدام سماح، أحيانا بطحش فكر حالي مدعوم أنا وبنسى. أهلا وسهلا فيك. خلينا إياك، شلون صغيرة تمام؟ الحمد لله ماشي الحال. بدك تطولي بالك، هيك وضع المرأة العاملة. نعم مدام. مريم أهلين أستاذ هادي. يا عيد أهلين. شوف الأستاذ هادي شو بحب يشرب. شو بتحب تشرب أستاذ هادي؟ شو عندك غلط؟ لا عن جد شو عندك؟ خلص والله انت دمتك خفا. خليني اياك شربنا. بس على راسي. الله يخليك. لك وين رحت؟ ما عرفت شو بدي اشرب. انا فهمت عليه، فهمت عليه. انا رشحتكم لتستلموا المناصب يلي السيد الوزير عينكم فيها للسجل النظيف يلي عندكم، وبتمنى تكون ثقتي فيكم بمحلها. إن شاء الله رح نكون عند حسن ظنكم فينا مدام. إن شاء الله. بتقدروا تباشروا عملكم من هاللحظة، ألف مبروك. الله يبارك فيك سيادة المديرة، وإن شاء الله ما بتشوفي منا إلا يلي بيرضيك. إن شاء الله. في شغلة بحب نبهكم عليها. تفضلي مدام. أكيد هلأ من وصلتكم على المكتب رح تبلش الضغوطات من الأقارب والأصدقاء والمتنفذين. بتمنى أنكم ما تلبوا أي طلب خارج القانون. أنا ما عم قلكم لتساعدوا حدا لا سمح الله، لا. ساعدوا اللي بتقدروا تساعدوا، بس دائما خلوا شغلكم ضمن القانون. مفهوم مدام، مفهوم. أنا بعرف من تجربتي إنه الشيء اللي عم بطلبوا منكم مانو سهل أبدا، ورح يسبب لكم إحراجات كتيرة. بجوز تتزاعلوا مع أقرب المقربين لإلكم، بجوز تفقدوا بعض الأصدقاء، بس هذا قدركم. إذا ما أنكم قد المسؤولية، قولوا لي من هلأ. ما حدا بيزعل من القانون يا مدام. عظيم، إذا هذا رأيكم فأنا هلأ مطمنة على الشركة وعليكم. بس بحب نبهكم لشغلة تانية كمان. تفضلي مدام. أثناء عملكم بجوز تكتشفوا بعض التجاوزات والأخطاء اللي ارتكبوها اللي قبلكم واللي التحقيق ما اكتشفها. بتمنى إذا اكتشفتوا هالشي إنكم ما تسكتوا، تجوا لعندي بتحطوني بالصورة وأنا بتصرف. حاضر مدام. أنا ما عاد عندي شي أقوله، بارك لكم مرة تانية، بتمنى لكم كل خير. شكرا لك مدام على هالثقة اللي منحتينا إياها. الشكر لكم إنكم قبلتوها. شكرا لك. ان شاء الله الف مبروك استاذ فهيز. الله يبارك فيك استاذ هادي. ترى انا كان لي يد بالتعيين. شكرا لك. عن اذنك. الله معك، مع السلامه استاذ رافي. اهلين. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. شو هي الله يبارك فيك؟ وين بتنصرف؟ رئيس دائره ماليه اضرب واطرح. شو الله يبارك فيك؟ انا جاهز لما تشرفني على المكتب بيحضر واجبك. هلا لا تمغمغ لنا يا جاهز ما جاهز، عم اقول لك رئيس دائره ماليه. اخي لا تحلينا ولا شيء، انت اعطينا الحلوان خرج ناشف. ايوه وشو رايك تستلم محلي وتطبق اقتراحات؟
لا عمي لا تبريني شو طبقت، يعني مو مصرية هي، عم بمزح معك. ما عجبك الاقتراح؟ لا والله ما عجبني. أهلين أستاذ. أهلين. يعطيك العافية إن شاء الله. ألف مبروك. شكرا لك. الله معك، مع السلامة. بعتقد هلا إني بقدر فوت ما؟ تفضل. شكرا. تفضل. شايفين نظامي أنا. عمي شو هالحكي العزل الرز غير مشي هون نهائيا، شو هاد؟ شو مجهود بدك يعني خير؟ ما بدي شي سلامتك، بس حبيت بارك لك. تباركي لي على شو؟ السيد الوزير صرف لي مكافأة 10,000 ليرة. حلو، وأنا شو دخلني؟ المفروض أنا بارك لك. لك شلون شو دخلك؟ كل ليرة بتدخل على بيتنا يا أستاذ هي مصرياتنا نحن الاثنين. بعدين هال10,000 ليرة أنت إلك فيهم مثل ما أنا إلي فيهم. يا ستي مبروكين، تصرفيهم بالهنا ان شاء الله. الله يبارك فيك يا رب، بس بدك الحقيقه انت بتستاهلهم اكثر مني. ليش بقى؟ شلون ليش؟ ما انت تحملتني وتحملت غيابي عن البيت اسبوع كامل، ولو ما هيك انا ما قدرت اعمل شيء. يا ستي مرقت. هادي كانك مزعوج او متضايق من شيء، في شيء؟ لا ليش لا اسعال، بالعكس انا فرحان كثير مشان المكافاه. يعني ما لك سمعان شيء خبر زعجك؟ خبر مثل شو؟ ما بعرف، بس شفتك متضايق شوي قلت لحالي لأطمن عليك. اذا قصدك الخبر اللي عم يقولوا الموظفين اني عم بطبخ وانفخ وانشر غسيل، بحب طمنك انه خلص بطلت عيدها. ايه انا ما عتخليك تعيدها يا روحي ويا حبيبي ويا تاج راسي انت. من الاخير مجهود، شو بدك تغدينا اليوم؟ يا سيدي انا اليوم عازم، قصدي اقول انه انت يا ريت تعزمنا انا وبسمة على شي مطعم نتغدى برا، حلوان المكافأة. ماشي، بس أنا اللي بحجز الطاولة. لك حجوز يا حبيبي حجوز مثل ما بدك. وين بتحبي نتغدى؟ أي مكان وياك يا أيوة. عم بمزح معك وزي.